وللحديث أكثر عن هذه الجائزة يسرنا أن يكون معنا في استديو مركز الأخبار السيد علي عبد الله خليفة أمين عام جائزة عيسى لخدمة الإنسانية. مساء الخير سيد علي، بداية نتكلم عن هذه الجائزة ذات الرسالة النبيلة، كيف كانت أصداء هذه الجائزة وخاصة على الصعيد العالمي؟ يعني جلالة الملك الله يرعاه ويحفظه بتأسيسه لهذه الجائزة أعطى بعد إنساني لقيمة العطاء بشكل عام، والجائزة يعني استحدثت قبل 10 سنوات لكنها استطاعت خلال هاي المسيرة خلال 4 دورات من دورات الجائزة أن تعطي هذا التمثل اللي أراده جلالة الملك في معنى فلسفة العطاء، لأن العطاء في الحياة قيمة كبرى جدا، الإنسان بحاجة له، هو بحاجة إلى استمرار إلى اكتشاف أبعادها. احنا من خلال الجائزة اكتشفنا، احنا كعاملين في هذا يعني المجال اكتشفنا أفق جديد لطبيعة العمل الإنساني وما يمكن أن يصل إليه. فيعني على الساحة الدولية استكشفنا مجموعة من المؤسسات، صحيح في الجائزة احنا نبرز الفائز بالجائزة بالدرجة الأولى، لكن هناك عدد لا يحصى يصل إلى 10 المؤسسات والأفراد والمشاريع العلمية التي تخدم القيمة الإنسانية، يعني تتنافس أمامنا في ما تعطيه للبشرية من خدمة جديدة. فالحقيقة مملكة البحرين استطاعت من خلال هذه الجائزة أن توجد لها علامة غير عادية بين الدول العربية، هي الجائزة الوحيدة اللي موجودة على الساحة بهذا المعنى، أضف إلى دورها على الساحة الدولية. نعم، هذا ما أعطاها السمعة عالمية. نعم. إضافة إلى عملية الاستكشاف، أن أنت تستكشف، لأن أغلب العاملين في ميدان الخدمة الإنسانية لا يودون الإعلان عن أنفسهم، متوارين مقدمين هذه الخدمة لوجه الله، فإحنا دورنا نستكشف هذه الأعمال ونبرزها. فلذلك إحنا في الجائزة، في أمانة الجائزة، في مجلس الأمناء وفي لجان التحكيم، دائما هناك بعد وفلسفة لهذه الجائزة. وما يعني توخاه جلالة الملك الله يحفظه، نحاول أن نوصل إلى هذا البعد الإنساني البعيد في فلسفة العطاء. لذلك تجد أن لجان التحكيم من قارات العالم، يعني صحيح. من كل قارة نختار خبير من الخبراء، وفي كل دورة من الدورات نكتشف جديد إحنا نجهل في كيفية الولوج إلى ميدان العطاء وبأي وسيلة يمكن تنمية العطاء. حقيقة هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى يهبها للبشر ويعطيهم هذا النوع من الحنية، نوع من الرأفة، نوع من المشاركة ونوع الدعم لأي كائن بشري محتاج لهذا الدعم. نعم سيد علي، نقف قليلا عند الدورات والرابعة تحديدا. هي هذه الدورة التي نعيشها في هذه الفترة. المؤسسة الفائزة، نتحدث قليلا عن هوية هذه المؤسسة وماذا قدمت علميا خدمة للإنسانية. هو حقيقة صاحب الجائزة عبد الستار إدهي مواطن بسيط، مواطن باكستاني. بدأ يعني مشروعه بأن شرى سيارة بيكاب واستخدمها كسيارة إسعاف. فكان يقدم حق أي إنسان محتاج يريد ينقله إلى المستشفى يساعده، وبدأ بمشروعه ب5000 روبية، يعني بما يعادل حوالي 12 دينار بحريني. فالآن عنده 1300 سيارة إسعاف، وعنده تقريبا 3 طائرات، وعند هذه المؤسسة وهي تنمو. طيب يمكن تسألني من وين صارت شلون؟ هو توجه إلى الناس، طلب من الجمهور أن يساعدوه أن يقدمونه، فصارت فيه تبرعات من كل مكان،
وبعدين سموه أبو الفقراء، والآن عنده 40,000 ممرضة تعمل في مراكز للإيواء. استطاع في مستشفياته توليد ورعاية 1,000,000 طفل، واستطاع كذلك أن يبني ملاجئ ومستشفيات لإيواء المعوزين، لإيواء المرضى، لإيواء الفقراء، ولإيواء حتى المتخلفين عقليا. نعم، وأنتم بدوركم وثقتم هذه الإنجازات عن طريق الزيارة. طبعا. نعم. زيارة ميدانية. أولا عبد الستار إدهي كان منافس في الدورات السابقة. نعم. للفائزين السابقين، ومنذ البداية كانت مؤسسته يعني مثيرة لله. احنا زرناه مرتين، يعني زرناه في 2016 قبل لا يتوفى، الرجل توفى. نعم. فزرناه في 2016 وزرناه الآن في 2018، فتطور بين السنتين كان بالنسبة لنا مذهل. لكن أذكر أن احنا دخلنا في غرفة وجدنا مجموعة من النساء حول كومة من الأوراق، فاستغربنا يعني ما هذه، فقالوا هذه وصولات التبرعات. نعم. اللي تصل من الناس. فلذلك هذا الرجل استطاع أن يبني مؤسسة كبرى، وأصبحت يعني عنده أسطول وعنده مجموعة من المستقبلي مكالمات طلب النجدة، تقريبا فوق 3,000 مركز لتلقي طلبات المساعدة والنجدة من قبل الناس العاديين. نعم. فحقيقة الرجل كذلك خلى كل أسرته تشتغل وياه. الآن زوجته السيدة بلقيس وابنه السيد. نعم. فيصل هم اللي يديرون المؤسسة. نعم. وكل عائلته وياه. نعم. فهذا شيء جميل ورائع يعني حقيقة. سيد يعني علي عبد الله خليفة، كل التوفيق لكم في هذه الجائزة. نشكر حضورك معنا في مركز الأخبار، على أمل أن نلقاكم في المرة إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا.